قصة من الواقع وقعت في إحدى المدارس، وتحديدا مع طالب في تلك المدرسة. كان لهذه القصة أثر إيجابي وسلبي على نفسية الطالب. في ذات يوم وقفت معلمة الصف الخامس وألقت على التلاميذ جملة قائلة لهم: إنني أحبكم جميعا. لكن هذه المعلمة في نفسها كانت تستثني طالبا يدعى تيدي. كانت ملابسه دائما شديدة الاتساخ، ومستواه الدراسي متدني ومنطوي على نفسه. هذا الحكم الجائر من هذه المعلمة كان بناء على ما لاحظته خلال العام، فهو لا يلعب مع الأطفال وملابسه متسخة، وكانت تصفه بأنه كئيب إلى درجة أنها كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر لتضع عليها علامات إكس بخط عريض وتكتب عبارة راسب في الأعلى. في ذات يوم طلب من هذه المعلمة أن تراجع سجلات التلاميذ، وعندما وصلت إلى سجل التلميذ تيدي فوجئت بشيء ما. كتب عنه معلم الصف الأول والثاني أنه طفل ذكي موهوب يؤدي عمله بعناية وبطريقة منظمة، وأنه محبوب من قبل أصدقائه. ثم كتب عنه معلم الصف الثالث: لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليه، لقد بذل أقصى ما يملك من جهود، لكن والده لم يكن مهتما به. بينما كتب عنه معلم الصف الرابع: تيدي تلميذ منطو على نفسه، لا يبدي الرغبة في الدراسة، وليس لديه أصدقاء، وينام أثناء الدرس. هنا أدركت المعلمة المشكلة وشعرت بالخجل من نفسها، وتأزم الموقف أكثر عندما أحضر التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها. كانت ملفوفة بأشرطة جميلة، ما عدا الطالب تيدي كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة. تألمت هذه المعلمة كثيرا عندما فتحت هدية تيدي وضحك التلاميذ على هديته. كانت عبارة عن عقد مؤلف من ماساة ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع، لكن التلاميذ كفوا عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة عليهما، ثم وضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها. في يومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله، بل انتظر من أجل أن يقابلها، وقال لها: إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي. عندها انفجرت المعلمة بالبكاء، لأنه قد أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة. منذ ذلك اليوم أولت هذه المعلمة اهتماما به، وبدأ عقله يستعيد نشاطه. وفي نهاية السنة أصبح تيدي أكثر التلاميذ تميزا في الفصل. ثم وجدت السيدة مذكرة عند بابها للتلميذ كتب فيها أنها أفضل معلمة قابلها في حياته، فردت عليه: أنت من علمني كيف أكون معلمة جيدة. مضت الأيام ومضت الأشهر والأعوام، فوجئت هذه المعلمة بتلقيها دعوة من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك العام، وكانت الدعوة موقعة باسم ابنك تيدي. حضرت المعلمة الحفل وكانت ترتدي ذات العقد وتفوح منها رائحة ذات العطر. هل تعلمون من هو تيدي الآن؟ تيدي هو أشهر طبيب في العالم ومالك لمركز دودارد لعلاج السرطان. وهنا السؤال: ترى كم طفل دمرته مدارسنا بسبب سوء التعامل؟ وكم تلميذ هدمنا شخصيته بسبب الآباء والأمهات؟ إهداء لكل المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، فأنتم من تبنون أمجاد الأمم.